السلام عليكم. النهاردة حلقة جديدة، النهاردة واحدة من حلقات سلسلة الدراسة المذاكرة. النهاردة هنتعرف على واحدة من أساليب تحصيل المعرفة أو المذاكرة، وهي الفلاش كاردز. الفلاش كاردز بتعتمد على حاجتين. أول حاجة، اللي أنت بتحول المعرفة اللي أنت عاوز تحصلها أو المادة اللي أنت عاوز تذاكرها على هيئة أسئلة وأجوبة. وتاني نقطة، اللي أنت تعرف النقط المهمة أو الحاجات المهمة اللي موجودة في المادة اللي أنت بتذاكرها، بحيث اللي أنت تقدر تحول المادة كلها أو المعرفة كلها اللي أنت عاوز تحصلها أو تحفظها لمجرد أسئلة وأجوبة، وتبتدي ترتب أسئلتك وأجوبتك بحيث اللي هي تكون على شكل بطاقة. بمعنى زي الورقة دي مثلا، بيكون مكتوب هنا السؤال وبتكتب في ظهر الورقة دي الجواب، وبتعمل كده لكل نقطة مهمة تلاقيها في المادة اللي انت بتذاكرها او الكورس اللي انت بتذاكره. طبعا زمان كنا بنحاول نكتب الحاجات دي على ورق، ونجيب ورق مثلا نقطعها ونقسمها على هيئة مربعات صغيرة ونعمل الكلام ده، لكن مع التطور الموجود دلوقتي الدنيا اتحسنت كتير، وبقى الموضوع اسهل بكتير جدا، بمعنى ان كل حاجة بقت ديجيتايزد، خلاص انت تقدر تعمل الحاجات دي اونلاين. والنهارده هنتعرف على واحدة من الويب سايتس اللي موجودة اللي بتقدم الخدمة دي، وهي كرام. اللي بيميز كرام عن اي ويب سايت تاني اللي هو فري، وكمان موجود عليه فلاش كاردز معمولة بناس تانيين تقدر تستفيد منها، وهو عبارة عن زي ريبوزيتوري او زي مثلا مستودع كبير كده للفلاش كاردز بمختلف المجالات والمواد او المعرفة اللي انت ممكن تحصل عليها الناس تانية عملوها. فباختصار هنشوف الويب سايت ده بيشتغل ازاي، وازاي تقدر بسهولة جدا تعمل فلاش كاردز للمادة معينة او كورس معين انت عاوز تذاكره او تحفظ معلومات فيه او عاوز تحصلها، بحيث ان انت وانت بتذاكر المادة دي او الكورس ده يكون الموضوع بالنسبة لك ممتع وشيق ومش ممل زي في الطرق العادية اللي احنا بنستخدمها عشان نحفظ او نحصل معلومات معينة او نحصل معرفة معينة. ده الويب سايت اللي احنا شغالين عليه النهارده ان شاء الله. هو ويب سايت بسيط جدا، الانترفيس بتاعته بسيطة جدا، هو فري. فهنشوف دلوقتي ازاي تقدر تعمل ساين ان. هنعمل ساين ان من فوق على اليمين هنا، هندوس ساين ان. وكمان في اوبشنز اللي انت لو عندك مثلا فيسبوك اكاونت، تويتر اكاونت، جوجل اكاونت، كل الاوبشنز دي متاحه اللي تقدر تسجل بيها على الويب سايت او تعمل ساين ان، مش محتاج اللي انت تبتدي تعمل اكاونت من الاول خالص. فانا هعمل مثلا ساين ان بالفيسبوك اكاونت بتاعي. ومجرد انت هتعمل ساين ان هيظهر لك الداشبورد. الداشبورد دي هي هتبقى المنطلق بتاعك الرئيسي اللي انت هتعمل منها الفلاش كاردز لكورسات معينه او ماده معينه او سبجكتس معينه انت عاوز تذاكر. ف باختصار انت ممكن عندك تبتدي تعمل ست دي اللي هي انت تقدر تحط ست اوف فلاش كاردز او مجموعه من الفلاش كاردز موجوده تحت تايتل معين، وتقدر تعمل برضو فولدرز يكون فيها كذا ست. لكن انا بصراحه استخدمت المادة واحده، لان للاسف عرفت الويب سايت ده متاخر شويه، فاستخدمت الويب سايت لماده اسمها سكيورتي اورجانيزيشن، كانت ماده عندي السمستر اللي فات. ف هنشوف ببساطه ازاي تقدر تعمل ست فلاش كاردز او مجموعه من الفلاش كاردز دول زي مكان واحد تجمع فيه الفلاش كاردز بتاع كورس واحد او ماده واحده او سبجكت معين او موضوع معين انت عاوز مثلا تذاكره او تعمل عليه اسئله وجوبه. هتدوس زي ما انا دوست هنا كده كرييت نيو سيت، وبعدين تبتدي تكتب للست دي تايتل، مثلا نكتب database مثلا، ومثلا نحط subject زي مثلا address في database DBMS او database management system. طبعا دي كلها امثله تقدر تكتب حسب الكورس انت بتذاكره، وتقدر تكتب هنا اي description مثلا، وتقدر كمان تقدر تعمل الفلاش كارد ست دي في public او private. زي ما انا قلت ده عباره عن repository معتمد ان انت بتشير المعرفة أو بتشارك المعرفة مع ناس تانية مهتمة بنفس الحاجة اللي انت بتذاكرها. فانت دي حاجة ترجع لك عاوز تعمل public أو private. وبعدين تبتدي من هنا بقى تكتب أسئلتك مثلا، وتبتدي تكتب هنا الجواب. فاحنا هنملأ أي حاجة حاليا يعني عشان نوضح المثال بس، وتبتدي تقدر ترتبه بمنتهى السهولة. عندي أقدر أعملها drag فوق هنا، مش محتاج حاجة أكتر من كده. وتقدر من هنا برضو تختار اللغة اللي انت تستخدمها. اللغة العربية كمان هنا مدعومة لو انت تقدر تستخدمها، يعني في عربي هنا لو نزلنا هتلاقي اللغة العربية موجودة، بس انا اختار هنا اللغة الانجليزية وبس. بسهولة تقدر تكتب اسئلتك هنا او اجابتك هنا. هنعمل هنا create set، بس دي كده عملنا create للست. طبعا الكلام اللي مكتوب فيها كلام فارغ، بس مش مشكلة، ده مثال يعني زي ديمو كده. هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي تقدر تستخدم الست اللي احنا لسه عاملينه. اول حاجة هتدوس كليك اور بريس سبيس بار تو بيجن،
بعدين دي هيجي لك ده السؤال اللي انت لسه كاتبينه، ولو انت عملت فليب دوست علينا في كليك تو فليب هيطلع لك الإجابة. ده باختصار الفكرة اللي قايمة عليها، اللي انت بتشوف الأسئلة وتدوس هنا تشوف الأجوبة، وبعدين انت تقدر تدوس مثلا نكست دي يجيب لك السؤال اللي بعديه، ونكست يجيب لك السؤال اللي بعديه. في حاجة كمان انت تقدر تعمل شافل، اللي هو بيختار لك أي سؤال عشوائي مثلا، يعني مثلا واحد هيختار ممكن يجيب لك اي سؤال عشوائي، يعني ممكن مش لازم يبقى بالترتيب. لو انت مثلا عندك مهارة اللي انت تقدر تحفظ الحاجات بالترتيب، لا ده ممكن يعني يخليك تحفظ المعلومات ما تحفظش اللي هو الترتيب بتاع المعلومات نفسها، فده طبعا هيزود مهاراتك في الحفظ. فدي بيديك زي بريفيو كده ايه اللي انت عملته. طبعا الفلاش كاردز تقدر تعدل عليها في اي وقت، وتقدر تعملها شير وبرنت، ما فيش اي مشكلة. ولكن الفكرة بقى فلاش كاردز اللي هو الميمورايزيشن، دي بعد ما تعملها تيجي مرحلة تانية هي مرحلة الميمورايزيشن. فباختصار طبعا الأسئلة زي ما انتم شايفين اختفت من هنا، وتبتدي بقى تذاكر او تشوف ازاي هتحفظ. ده مثلا السؤال هتدوس عليه، انت مثلا يجي لك السؤال انت تخمن، طبعا انت مثلا دي هنقول اي اجابة، وتدوس مثلا سي انسر. انت لو طبعا جاوبت الاجابه للسؤال ده صح او خمنت الاجابه صح، فانت مثلا تعمل اي جوت رايت، ولو طبعا ما عملت السؤال ده مثلا احنا هنجاوبه غلط، فهتشوف مثلا تدوس على اي واز رونج، فهيقول لك مثلا السكور بتاعك فوق هنا عدد الاسئله او كم من الاسئله جبتهم صح وكم من الاسئله جبتهم غلط. وممكن بسهوله جدا تكتب مثلا ارقام الاسئله اللي انت جبتها غلط على ورقه مفصله وتبتدي تراجعهم تاني، او تحطهم تاني في ست منفصلة عشان تقدر تذاكرهم، او دي الحاجات اللي انت بتلخبط فيها وتقدر تركز عليها. تالت حاجة عندنا بقى اللي انت تقدر تعمل تيست لنفسك بكذا طريقة، بمعنى اللي انت عندك هنا عندك حاجة اسمها matching written multiple choice و true or false. دي نوعية الأسئلة، بمعنى اللي انت مثلا عندك السؤال وتقدر تعمل له ماتش بالإجابة من هنا، يعني مثلا ده هتبقى إجابته إيه ولا بي ولا سي، تقدر تختاره من هنا. وكمان اسلوب تاني هو الريتن، اللي انت دلوقتي هنعمل تشيك على الريتن ونعمل ميك نيو تيست، وتبتدي مثلا تكتب الاجوبه بتاعتك زي ما انت فاكر، فهتشوف التصحيح هيتم ازاي. طبعا انت وين جريدنج اجنور، يعني انت ممكن لو هتكتب حرف كابيتال او سمول، بانكتويشن سبيسز ثينجز ان parentheses او الحاجات اللي بين القوس، ممكن الحاجات دي تتجاهلها لو انت هتبتدي تكتب او تحول اللي انت السؤال تكتبه مش بس مجرد اللي انت تفتكر بس، لا اللي انت تكتب السؤال الاجابه بالكامل بنفسك. طبعا انا ما افضلش النوع ده من التيست، بس دي حاجه ترجع لك طبعا، لكن اكتر حاجه انا مفضلها هي المالتيبل تشويس عشان تقدر تشوف اوبشنز كتيره. تقدر تعمل هنا ميك نيو تيست، فانت هنا هيحول لك السؤال على شكل multiple choice، بمعنى اللي هو هيجيب لك الإجابات كلهم، طبعا زي ما احنا شايفين كلهم فيهم كل الإجابات، ولا انت عندك مثلا 20 سؤال هيبتدي يعملها شفل او يعملها randomize او يحطها بطريقة عشوائية، وانت تقدر تختار مثلا اني واحدة الصح واني واحدة الغلط زي ما انت تقدر تعمل هنا كده. تعلم على دي هتظهر لك، وتعدين تعمل get answers مثلا، فهيقول لك اللي انت هيطلع لك ان الجريب بتاعك جبت كام واحدة صح جبت كام واحدة غلط، الافريج سكور بتاعك، الحاجات دي كلها. ممكن تعمل طبعا ريتيك تيست وتقدر تمتحن تاني. دي كلها اساليب كويسه جدا في ازاي انت تذاكر او تحصل معرفه. عندنا برضو نوع من التيست يعني هو ترو فولس. طبعا انت ممكن يجيب لك السؤال ويجيب لك اجابه يقول لك الاجابه دي صح ولا غلط، دي برضو اسلوب تاني جميل من اساليب المذاكره. تالت حاجة عندنا أو رابع حاجة عندنا الجيمز، زي ما أنا قلت بيخلي العملية التعليمية ممتعة وشيقة أكتر، بمعنى اللي أنت ممكن تدوس على دي، طبعا بالنسبة لك هي لعبة بس هتشوف دلوقتي اللي هي برضو في إطار الدراسة أو المذاكرة تحصيل المعرفة. دي الأسئلة لو أنت فاكر الحاجات اللي إحنا كتبناها الحاجات العشوائية، ودي الإجابات زي ما أنا قلت بيخلي العملية التعليمية شيقة أكتر وممتعة أكتر، فأنت بتجرب أنت تدوس هنا مثلا وتدوس هنا الإجابة دي مثلا كده غلط، وتدوس هنا الأسئلة وتدوس برضو الإجابة دي غلط مش مشكلة، وتدوس أسئلة وتدوس الإجابة دي صح جت بالصدفة كده، وبعد كده بيتضاف لك هنا سكور معين وهكذا، وبيقول لك هنا الوقت. طبعا طبعا أنت ممكن تعمل ميوت للصوت لو أنت مش حابب الصوت يعني أو حاجة زي كده. وبسهولة جدا تقدر تعمل هنا باك، تقدر ترجع للداشبورد بتاعتك. هنشوف دلوقتي مثال واقعي من مادة فعلا أنا ذاكرتها وجبت فيها إيه، وكنت فرحان جدا لأن أنا كنت بقالي كتير ما استخدمتش أسلوب الفلاش كاردز، وما استخدمته فعلا فكرني قد إيه الأسلوب ده جميل، فحبيت أشارك التجربة دي معاكم.
فهنشوف دلوقتي، هندخل على الداشبورد الخاصة بيا برضو، فهنشوف مادة هنا اسمها Security in Organizations. دي مادة كانت عندي السمستر اللي فات. دي أسئلة كلها أنا كتبتها، دي الأجوبة بتاعتهم. طبعا كان فيها كتير، يعني كان فيها حوالي أكتر من 80 سؤال أفتكر. كل دي تمام. ففي نقطة برضو عاوزة أوضحها أو أقولها، اللي انت ممكن مش بس تكتب أسئلة وأجوبة، اللي انت ممكن تحط هنت، بمعنى اللي انت ممكن تحط حاجة أو زي حاجة معينة تفكرك بالإجابة. فأنا ممكن مثلا أكتب هنا كلمة systematic. فالكلمة دي ممكن أشوف الكلمة دي مثلا تفكرني بالإجابة، لأن هي فيها كلمة systematic. فأنت حسب أنت بتربط مخك بيفتكر إزاي، ساعات ممكن تكتب كلمة معينة أو تكتب موقف مثلا حصل ما كنت بتذاكر السؤال ده يفكرك بالإجابة. فأنت حسب أنت طريقتك في الحفظ إزاي، أو مخك بيعمل processing أو بيقدر يفكر إزاي أو يحفظ إزاي. دي حاجة ترجع لك، ودي برضو حاجة جميلة أنا بشوفها في الويب سايت. برضو في نصيحة عاوز أقولها لكم، وانت بتستخدم الويب سايت ده دايما حاول تذاكر اول باول، بمعنى اللي انت لو بدأت تعمل الفلاش كاردز دي متأخر فانت مش هتلحق تستفيد بالفلاش كاردز، لان انت هتعملها في وقت متأخر جدا ومش هتقدر تجمع المعلومات كلها المهمة او النقط المهمة او النقط كلها اللي انت المفروض تحفظها او تفتكرها عشان هتكون موجودة في الامتحان. فوانت بتذاكر اعمل فلاش كاردز دي، كل ما تذاكر دايما الويب سايت مفتوح على جنب وتبتدي تعمل فلاش كاردز دي اول باول، ودي هتسهل عليك كتير جدا في الاخر. بس انت مش محتاج تفتح الكتاب او تشوف ريفرنسز او تعمل اي حاجه، انت بس هتراجع الفلاش كاردز، وزي ما قلت لك انت هتبقى قاعد اكنك بتلعب على الكمبيوتر، وفي نفس الوقت انت قاعد بتذاكر ومستمتع بالعمليه التعليميه، وان شاء الله يعني تجيب سكور كويس وما يكونش في اي مشكله لو انت بدات زي ما قلت تعد الفلاش كاردز دي من البدايه خالص. في برضو هنا زي ما انا وضحت، ده اسلوب جميل واستخدمته وفعلا يعني نفع معايا جدا. طبعا بيختلف من شخص لشخص، ممكن ما ينفعش معاك، بس انت حاول تجرب تستخدم الاسلوب ده واكيد هتستفيد منه. او برضو انت بتعرف اسلوب جديد من اسلوب المذاكرة، ممكن مثلا ما يكونش مفيد للمادة اللي انت بتذاكرها، ممكن يكون مفيد للمادة اللي هتذاكرها في المستقبل او حاجة زي كده. في حاجة برضو عاوز اوضحها او اقول عليها، ان للويب سايت ده ابلكيشنز فري على الاب ستور لو انت معاك مثلا ايفون، وعلى جوجل بلاي لو انت معاك اندرويد، فممكن برضو تذاكر على الموبايل مفيش اي مشكله. بس طبعا كميه التستات دي مش هتكون موجوده على، او الجيمز مش هتكون موجوده على الموبايل، هي بس هيكون الفلاش كاردز وتدوس عليها يوريك الاجابه. فامكانيات الموبايل او الموبايل اب محدودة شوية من زي الويب سايت، فأنا بنصح إن أنت تستخدم الويب سايت. بس وكده وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا حاجة، وإن شاء الله الحلقة الجاية حاول برضو لو لقيت أسلوب مناسب أو استراتيجية مناسبة من استراتيجيات المذاكرة أو تحصيل المعرفة هحاول أشاركها معاكم، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجة. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. يلا سلام.